هذا الموقف الذي صدر من ليما في الواقع كان مفاجئا للبعض، لكن العديد من الخبراء قالوا بأنه يندرج في إطار لنقل زحف دبلوماسي واضح على امتداد سنوات ماضية. أمريكا اللاتينية تغير موقفها بالرغم مما يعتمل في داخلها من اعتمالات سياسية. هل المشهد الآن أصبح أكثر وضوحا برأيك بهذا الموقف؟ شكرا سي محمد على الاستضافة. تحية للأستاذ أجمير ولضيفك من العيون والمشاهدين الكرام. ربما لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، أن ملف الصحراء المغربية هو من ضمن الملفات التي تشهد تغييرا في دول العالم الثالث، في دول أمريكا اللاتينية، بسبب التغييرات الحاصلة في نوعية الأحزاب التي تصل إلى السلطة. فعندما يصير اليسار إلى السلطة فإنه يعترف بالبوليساريو كدولة، وعندما يصل اليمين فإنه يقدم على تجميد الاعتراف باستثناء فقط المكسيك التي منذ اعترافها لم تسحبه أو تجمده. لكن كما تكلم الأستاذ أجمير، فعندما نتكلم عن اعتراف البيرو فهذا الاعتراف يأتي من دولة يحكمها اليسار الراديكالي، وهو الذي سبق أن اتخذ قرار الاعتراف، وهذا مهم جدا خصوصا في ظل تمدد اليسار المتعاظم في أمريكا اللاتينية من جديد نتيجة فشل الأنظمة في تبني نهج ديمقراطي يكفل المساواة والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك. لذلك فعندما نتكلم عن موقف البيرو فهو يتأرجح ما بين اليسار واليمين، وكما أشار إلى ذلك الأستاذ أجمير فاعترفت البيرو منذ سنة 1984 إبان فترة فرناندو بلوندي بالبوليزاريو، ثم ما لبث فوجيموري سنة 1996 أن جمد هذا الاعتراف. حاليا هناك اعتراف ثم سحب هذا الاعتراف والاعتراف بالتالي بالحكم الذاتي كحل سلمي ودي مصداقية. لذلك فهنا لابد من إشارة إلى مسألة مهمة، هو أن اليسار بدأ يتعاضم شيئا فشيئا في أمريكا اللاتينية، ومثل هذا التعاضم لابد أن تكون هناك خطة محكمة للدبلوماسية المغربية لمواجهة هذا اليسار وللعمل على تقريب وجهات النظر، خصوصا في ظل عدم معرفة أغلب هذا اليسار بحقيقة النزاع، فهو يعترف بالبوليزاريو دون معرفة حقيقة وملابسات وتاريخية المشكل الصحراء. لذلك فلا بد من العمل من خلال الدبلوماسية المغربية على إعطاء صورة واضحة لمشكل الصحراء والعمل على تفادي مثل هذه الردات التي تحدث بين فينا والأخرى، سواء فيما يتعلق بموقف كولومبيا أو فيما يتعلق كذلك بموقف بوليفيا، ولما لا العمل على حتى المكسيك لتغيير موقفها من نزاع الصحراء.